في وقت يواجه فيه العالم تحديا مزدوجا يتمثل في مواكبة مستويات الطلب المتزايدة على الطاقة واعتماد الأنظمة منخفضة الكربون. انطلقت في دبي فعاليات النسخة 27 لمعرض الشرق الأوسط للطاقة بحضور متوقع يزيد عن 18,000 مشارك خلال أيامه الثلاث. معرض ميدل إيست بالنسبة لنا احنا كشركة متخصصة في الصناعات الكهربائية هو من أهم المعارض اللي نحرص ان نكون جزء منها سنويا، وهو يعني تقدر تقول أكثر معرض نحط جهدنا فيه. وتسلط جلسات النقاش خلال المعرض الضوء على تطوير خارطة طريق لإزالة الكربون وإلقاء نظرة ثاقبة على أنظمة الطاقة في المستقبل وفرص الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تزويد القارة الإفريقية بالطاقة المتجددة وشبكات المستقبل. أحد المعارض المهمة جدا يعني، وإحنا الحمد لله يعني برضو عندنا من المنتجات بالنيو انرجي باللو والميديوم فولتج، ف يعني الميدل ايست يعني الالكتريسيتي واحد من المعارض المهم انك يعني تكون فيه بريزنتد يعني موجود فيه. كما يسلط المعرض الضوء على 5 قطاعات رئيسية هي النقل والتوزيع والحلول الذكية والطاقة المتجددة والنظيفة ومولدات النسخ الاحتياطي وطاقة الحرجة واستهلاك الطاقة وإدارتها من خلال توفير منصة مثالية لمعرفة المزيد حول بدائل وحلول الطاقة المتجددة. التوجه للطاقة البديلة والتوجه للجرين انرجي يمكن بيساعد بشكل كبير على تحسين البيئة في all over the world، وهذا اللي صار الآن في تركيز بشكل كبير عليه في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل القائمون على دورة هذا العام على إيجاد فرصة مثالية لتأمين الاستقرار وتحديد مصادر جديدة في قطاع الطاقة بالتزامن مع العديد من التحديات التي واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة بهدف تحقيق أهداف الطاقة العالمية من أجل مستقبل مستدام. تشير دراسات إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يلبي 25% من متطلبات الطاقة العالمية في 30 عاماً المقبلة، الأمر الذي يجعل عمليات تحول الطاقة ذا أولوية بالنسبة للحكومات وشركات الطاقة حول العالم. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.